السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباح الأيام الجميلة والأجواء الحلوة. رحلة اليوم ابو سالم، هلا بالوحش. اليوم تشرفنا اخونا وحبيبنا حبيبي، الشرف لي والله. الصباب نورتنا والله يا سلام، نورك الله يسعدك ابو نايف. هناك ابو احمد ما شاء الله عنده فايت حلو، كان مسخر وطلع. ايش توقعاتك ابو احمد؟ هيك شريفي بس سخرت في البدايه، يعني لقطه وهو نازل يا راجل. يلا يا وحش. بالله كنت كلكم تقولوا مسخر صح؟ اه كان مسخر. اقطع تقول لي قفل عليها. بس الضربة كانت أقوى من كذا ترى. والله كانت أقوى، ممكن ناجل. صغير بس. حاسس إنه ناجل. ترى حد ناجل. ناجل؟ شريفي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شوف الحبة قديش الصلاة عندك. وظفت ناجل ما شاء الله تبارك الله. قايل لك شيء عود يستاهل ابو احمد. والله كبير ابو نايف، والله كبير. شوف ما شاء الله تبارك الله طول. كيف اختيار الماريه؟ حلو ما يحتاج خبره ابو نايف، يديك العافيه. دولي اسحب. يلا يلا وناجل ابو سالم. قاعد تتريق علي يا رائد. انا لازم معي عاد الشريفي من ألذ الاسماك يا والله جدا صراحه. اعطوني صفاتيه. هذا فوق في هذه ولا فين؟ استخدم هذه ولا هذه الحق برضو. يويو يويو جدي سووا يويو يا جدي. صفاتي النبي قاعد يسحب. حلو حلو ما شاء الله. تم تم تم. يمكن قزه شريفي ثاني اخر. خذ ابو نايف. اه يا عيوني. هذه ابو الحايل. صلاة عليك. حق العشاء. حلو ما شاء الله. ما شاء الله. شغل غير اليوم. ما ابو سالم. خذوا سالم. فك فك واعطيني بسرعة عشان اجيب لكم الثالثة. كذا ضمننا العشاء الرهيب ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا اليوم ما شاء الله عندنا ناس ضيوف ابو نايف. عندنا عيال ابو سالم. ما شاء الله. ايوه سالم هناك فيهم سالم وسالم. قال لي ما شاء الله. ايوه سلومي قال لي عمو حسن وعشاء. قلت له ابشر. ابو سالم ما قال لي يجيب عشاء؟ عارف ان ابوه ما عندك احد. حق دوقيات ابوه، حق دوقيات. ها؟ اسمع كان يقول له ثلاجه واحده بتكفي، تجيب ثلاجتين. بعدين قال يا شيخ بعدين كثير ضايقنا. قلت له ابو سالم تجيب لنا دوقي واحده. ايوه على طول. قال صح. ما شاء الله دوقي. قلت لكم يويو رايد. ارفع الكاميرا كذا. انت بيدك ها؟ ارفع الكاميرا الله يسعدك. اوكي وريهم وريهم يا رايد. ما شاء الله صيد ابو احمد يستاهل كل خير. مو صيد، انا كنت بجرب اصلا. صح الله. احشى رايد داخل الحل. اهم شيء خاطك ما يحك في البواسير. اي تمام. اوكي يلا. يلا يلا ارفع ارفع ارفع. ايوه لا 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 لا. فك فك فك. شوف انت اول ما يضرب معاك الجيجا موجوده؟ اي موجوده. اول ما يضرب معاك ايوه فك. وحش معاك انت. وفين ضرب الارض اقول لك؟ والله خساره والله. رايد؟ ها؟ لا لا مو من الارض. شفت ساعة ما قلت لي ابدا اطلع فاست؟ يلا ما عليه. معوض خير. معوض معوض ان شاء الله. ما شاء الله حجم خير صراحه. معلي. ربك يجيب الرزق ان شاء الله. يلا يا بس كيف الاحساس كذا؟ والله احساس كان بسحب يعني. يعني انا يا هو فايت. رايد؟ لا لا يويو؟ لا مو يويو. ابو احمد انت نازل دحين؟ طبيعي شقق طبيعي. يعني غتر كم ضرب تقريبا؟ 190. نزلت الارض؟ ايوه 190. يقول لك لا ابو نايف كيف؟ لا هو فوق القاع، فوق القاع ما هو في الارض. ايوه
الله هذا دقه حلو ما شاء الله. والله حلو. لازم اسوي كذا ثلاث او اربع مرات. احيانا الدقه يعني اكل حاجق الى بدون شوي. ايوه. انت امسك هذه. هذا اخوك وهذا ليدر شويه خروجي من فاق. بعد خيرك عنه بعد خيرك. صار خفيف شكله قطع 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 بلع زقه بلع زقه. لازم اسوي كذا خروجي. فهمت عنه هو يقصد انه انت لما تسوي هوك امشب فيه عارف ما يخش في اسنانه. ايوه لازم تسوي هوك ابا. ايوه ايوه مرتين ثلاثه. عاش عاش ابو سالم. جابوا يويو ترى ما شاء الله. ما شاء الله يا ابو سالم ايش الحركات هذه الحلو. تستاهل تستاهل ما شاء الله. وريه وريه الكاميرا وريه وريه شوف صيد ابو سالم ما شاء الله ما شاء الله يستاهل يستاهل. يلا رايد شكوا 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 عشان تجيب وجهه بس مو من الارض ترى. ها شرط لازم يضرب الارض. وحش رايد روح رايد كفو احش ابو حمزه. حط قصب في وسطك لو تعبت. مشكله يمين ما عندك الا بنايه تساعدك اذا احتجت. والله شكله بصيل. لا مو بصيل. لا مو بصيل قرش. لا مو قرش. لا ان شاء الله لا قصدي جمرك ولا صد ابو حسن. روح ابو سالم لم يويو سريع. سالم ايوه رايد خلي يدك هنا خلي يدك هنا خلي يدك قدام فوق فوق شويه. ايوه واسحب يلا شويه ترى. اي خلاص انا فتحت له شويه قفل شويه حاجه بسيطه. اي الله يعينك. يلا يا بطل. لايف سيفر صراحة. إيه يا حبيبي تعال ضبط لك إياها. ها فك فك الحزام. أوكي. إيه لا لسه ما ربط لك. روح يلا روح يا شيخ. آه الخيط الخيط. إيه لا يجي عليه هذي. ليش؟ 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 ترى عندي حزام في شنطتي جاهز حقي. وينه؟ في شنطة المامات. بس لا 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 لحظة في حديد يا شيخ. لا لا خلينا على ده. ما شاء الله. حزام حزام. حزام. يلا يا وحش. ايوه هذا هذا صحيح. حديده زي كذا على مهلك انت. انتبه انتبه رايد. اذا تعبت هدي يا ابو نايف عادي. لا 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 عادي ولا اجيك. امورك تمام؟ ايوه هذا كيف السؤال كيف؟ لا نساعدك لين يقرب نعطيك اياه. سيب 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 كابتن خلي ياخذ الفايت حق اللي اذا تعب قصدك اسحب له اياه لين قدام لين فوق ما يعطيه عادي. اسحب لك لين فوق ما يعطيك. خلي ابو نايف يسحب لك. اسحب له ابو نايف اربط حزام. ابو نايف حزام حزام اربط حزام اسحب له. طيب اصبر يا ابو احمد ارفع لا تخليه دق يعني هذا. وحش رايد وحش والله توحش. هو مفصيل ممكن كبير يعني شخمه. مفصيل يجي كبير صح؟ لا مفصيل ما حجر. يجي يجي كبير مو حجر. مو حجر هذا. هذا مو راضي يتحرك. شد على دركشن ولا والله ما ادري خوف نشد له قاعد يطلع؟ ممكن يجي وحش ابو نايف. وخر وخر خليها صور. خليها 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 ابو نايف صور. ماكو مشكلة. يلا ابو نايف
الله شيء كبيره ان شاء الله ما شاء الله. ايوه وراح بس نظره ولا جبر خاطر. هلا والله. يلا يلا يا رب. يلا يا محجرين. يلا يا وحش. ما شاء الله. الراس قرش من الراس ضربه في ديل. اي ابو ديل عرفته اتوقع اللي هو الثريشر. اي ثريشر. اي ثريشر. اي نحن ثقافتنا امريكيه يا باشا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما حيروح هو الحين وجهه بس على الارض وذيله فوق. اذا قرش تبغى حق تصور معاه قبل الريليز لما يتعب شكله كبير. فوق 50 كيلو. لا العدة تتحمل ما شاء الله. كفو بنايف روح. بس انا خوفي نشد الدراج ويقطع خلينا كده احسن. على الدراج. ما شاء الله. نو فيلينج. نو فيلينج كده خلاص. حتى هنا خلاص. قدم ربط تمام. همشي همشي دبل لوك. لا 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 زين زين. لا 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 هذا مو ثريشر. المشي هذي شيء ثاني والله. الا الثريشر يسويها ترى. ايوه ها؟ سويها الترشف. جيب موية؟ سخنت؟ في حرارة في يمكن؟ جيب موية ابو سالم ما يمنع. شو اشتغلت دحين؟ كانت حرارة صدقني. اسف. ايش صار؟ فكت والله. طب تجيكا موجودة؟ فكت في ذيله شكلها حتلاقيها في دم في ذيله. طب تخيل الحين دج ثاني. ابو نايف انت فايق؟ اسحب يويو. يويو 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 يويو. الاول خير يا وحش. يلا يلا حبيبي ما عليك. لا ما في شعب. ايوه في ريكورد دوبي شفته على اليسار كذا. ايه تطلعوا خلاص ولا انزل؟ انا والله مريح شويه. انزل 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 بيروح عالي. روح عالي؟ انزل انزل 180 انزل فات. لحال يجي حرف يا ابو سالم. يا اخي خليه ارتحنا منه يا شيخ. ما شاء الله. بانت بانت بانت. كبيرة فات فات. ابو بصير. اللهم صل على النبي. بصير كبير صلاة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. حجم ملكي. ابو سالم ما شاء الله يمسك يا رب. ما شاء الله. الله وحش ابو سالم. يلا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله تستاهل يا ابو نايف. حب ابو بصيل. اقعد جواد كذا. ما شاء الله على جق اس تي اس. يعطيك العافيه يا شلف. الحمد لله. هناك استرايك مع الوحش ابو سالم كمان ما شاء الله. وحش ابو سالم ما شاء الله. شو ابو سالم هنا عنده ما شاء الله دوقي. شباب مين بيلعب الطريق قبرو؟ عندي انا في الشنطه بس. فين؟ الشنطه حقتي. انا شكلي حقتي نسيتها صح. عندي في الشنطه. شغل حقتي ابو نايف طيب عندك شغاله. أه؟ بس لازم بدون بطاريه ترى. لا دوقي دوقي. دوقي دوقي ما شاء الله. الدنيا وجله. ها الوجله قدام عندك وين في هنا
انا مع ابو سالم. ما شاء الله تبارك الله. هنا هنا ابو سالم جيبهم هنا. خذ ابو سالم. ما شاء الله. صل على النبي. صل على النبي ما شاء الله. كذا قدام. ايوه. ما شاء الله. تبارك الله. والله وحش ابو سالم. حجم روعه. حجم حجم صل على النبي. عاش عاش الكف ابو احمد. يعني عند الفات انت هو اول يمشي ثم ثاني وثالث فك شوي. كذا حد 200 هذا في 300 انت. شكله بفصل. انت كم جقتك الطويل العريضه؟ الطويل النحيفه نفسها 160 اللومات. ايوه اخذ من نصيحتك اللي هو غزير انزل اتعلم منك يا كابتن. لا يا حبيبي كنا نتعلم من بعض. ايوه اخيرا. يلا يلا ان شاء الله. يلا شوف شوف تحت شوف شوف. لا ايوه ارفع 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 انت. هذا سبكتك ولا ايش؟ قرش 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 قرش. لا 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 يا الله. اطلع بسرعه اطلع بسرعه. اطلع اطلع يا ابو احمد اطلع. يلا يلا قرش والله. يلا يا وحش يلا. وماشي على الحرف حيوديه للعاري. لو وداني العاري كمان حيضرب دقي معاه. الدقي نازل. ايوه ما عليه. ابو لعب شوف شكلي كتفي. ابو لعب شوف وصل. يلا يلا سيئ. ابو بصير. وحش وحش ولا سيئ. ابو بصير ضرب لي هنا كمان. والله ابو بصير. شوف شايفه؟ ما هو بصير. ابو بصير يا عمي بدمه ولحمه. شوف الصلاه النبي. ما شاء الله. شو قديش؟ زي ما توقعت يا ابو نايف ابو بصير ها؟ ايه وديه وديه هنا. خلاص خلاص فك الصقور. تعال لوم لوم لوم. ما شاء الله. انتبه انتبه. بس هنا خلها هنا خلها هنا. ارجع ورا ابو احمد. ارجع ورا. ارجع هيا ارفع يا وحش. ابو احمد دايخ. وانت جالس ارفع كذا. تعبت. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ابو احمد. ايش ذا لاعب؟ الصلاة على النبي. ياكل حبار جالس هو. ابو نايف صوره صوره. ابشر. طيب. شريفي ما شاء الله تبارك الله. بعد ما بعد عليه حجم حلو كمان ما شاء الله. وادي بحب. اللهم صل على النبي ما شاء الله. يعني النبي ما شاء الله. وحش ابو نايف. اللهم لك الحمد. احلى شريف. حق المقلي. المقلي ايوه. الله ابو سالم. ما شاء الله ابو سالم. الصلاه على النبي. قصر ها؟ واضح كذا مستسلم القصر ها؟ يلا يلا يلا. خلي طلع وارمي خرب بيتها. لا 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 بهار بهار بهار. ما شاء الله حلو والله. بهارة ما شاء الله. ليش لك الله حلو وحش يا ابو سالم. ما شاء الله الحمد لله. يلا بابا شفت كيف ايش قلت لك؟ هو مره اسود ما شاء الله. شوي 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 يلا شوي شوي يلا شوي 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 وحش شوي 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 شوية اليمين ايوه بس. ما
صحارة صوت المكينة صح؟ اي والله احلى صحارة حلو ترى قال لك فيديوهوب مين يا حبيبي هذا صوت وحيد تقول لي ها؟ والله صحارة لو شغل فيديوهوب ما بقول اجي يا خوف يكون في الشيء شيل القصبة هذه حتى اللي تحت دي؟ اي جراك كبير تعرف كيف تضربه؟ ليه مكان؟ لا دقيقة أحد منتف تعال تعال أبو سالم منتف أنت؟ كبير جراك ما شاء الله جراك كبير ما شاء الله الله حقه ما شاء الله اللهم صل على النبي واو 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 ترى حجر راح انا راح ماشي صح ثور السمك ثور السمك هي عادي بس انا لما اقول لك اضرب اضرب بس انتبه لي ها شو انا جالس تعب وكذا خليه اشتغل ثور السمك ثور قال لك الرجال طيرون من اول قال لك ابو احمد ما تسمع الكلام الله والله فايتر صراحه والله جميل والله فايتر ما شاء الله اضرب انت مره كويس ها ترى قوي يا ابو سالم امسك نفسك سالم امسك كويس ها اعطي القصب على ابو احمد ادينا مساحه انت ادينا مساحه ابو احمد ابو احمد تضرب صح ولا لا الله مو مره لا مو مره يا ابو سالم والله ما اعرف اه ما شاء الله ترى انت بلا لا نضيع السمكه والله ما اعرف انا اقول لك اعطي الفايتر هذا وانت تعال يا واحد تعال خلاص تعال بابا الله هذا ما يخاف لا لا نوى والله والله مكارم كبري درا اوكي تعال تعال بسالة تعال من هنا تا 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 انا حصور من هنا يلا سالم لا شباب ارجع يا عبد الله حسن حسن ابعد عنه حسن اي ارجع حسن لا يجي علينا خلاص كذا مره ما شاء الله تعال ابو سالم تعال ابو سالم تعال هنا تعال هنا بسرعه بسرعه لا ابو سالم انا ابغاك توش الصح اه في غلط 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 اعطينا القصبه واوجلوا انت سالم بطنه ها؟ ايوه سالم سالم هنا انت ترسل هات هات بوسعه هات بوسعه يقدر ولا لا؟ اي اي ابدا هنش اي خلاص جيبه هنا انا ارجع اقول ارجع ارجع ورا ارجع ورا كفو اه ما شاء الله تعال 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 ارميه هنا ارميه هنا كفو ما شاء الله ما شاء الله 17 كيلو ما شاء الله 17 16 ارجع ورا حسن
هلا يا لاصق بي. دقيقة صور لاصق بي. ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه. ما شاء الله. ارفع ثاني. اقل سريع. ما شاء الله. اقول لكم نبغى الثاني بلا هرج يلا. ما شاء الله تبارك الله. الله كبر. الله والخيط موموي بي 4 70 باوند والليدر دايوا جاي فلورو كم مقاسه؟ الليدر 80 باوند ما شاء الله سيت اب حلو للفاست جيجينج برضه الالكتروني ما شاء الله ممتاز هذا اللي ربطناها بي ار ولا؟ ايوه بي ار هاي اللي لا يبغى جميلة هو اتعلمته خلاص اسبت يا اكيد طبعا لا غنى عنه يا هبه المرة عيناه مستلمنا اليوم حسن راح تشتوني عادي انت خليك هناك مرتاح الامور طيبة اصلا من يوم اجلست هنا انا قاعد ادعي لكم الله يا وحش توقعاتك طيب يا الله ادينا توقعات كذا والله 1-2-3 1 انا اقول بياض قص الله اعلم بياض قص طيب الله اعلم بس تقول بياخذ معاك يعني ايوه ايوه صح؟ اه كذا بياض قص صح؟ يعني سلام عليك نفس التوقع صدقنا ما نحتاج وحش الله قصه حلوه العافيه وحش ارجع ورا ارجع حطه كذا ورا ايوه ما شاء الله تبارك الله هذه نهاية رحلتنا اليوم توفق الحمد لله الصيد وكرمنا الله بصيد مرة طيب يعطيك العافية أبو سالم الله فيك يا الله حبيبي أنا رايد حبيبي يعطيك العافية يا وحش شكرا على الطلعة الحلوة حبيبي وعلى صحبتك الطيبة الله يسعدك شرفتنا والله لا أحرمنا منك والله حبيبي الله يسعدك ولا اليوم منكم. مميز بسببك بعد والله هذا توفيق من الله الحمد لله الله الحمد لله أنت نورتنا وشرفتنا وكسبناك أخو معانا والله الله يسلمك حبيبي الشرف لي والله حبيبي الله يسعدك هذا ما شاء الله حسينة الصيد الحمد لله يلا نشوفكم إن شاء الله في رحلة ثانية اللايك وارسلوا المقطع هذا لأصحابكم دائما شغلوا الإشعارات أساس يجيكم إن شاء الله كل جديد في اليوتيوب نشوفكم إن شاء الله على خير في أمان الله مع السلامة